اكتشفت حد تاني برضو. ايوه محمد منير. طبعا. كيف ده؟ انا كنت بعمل اغاني مع شوقي حجاب. شوقي حجاب ده رهيب في الاغاني الاطفال الحقيقه جدا. فانا بقى بعملها بالطريقه بتاعتي المتطوره. فكان عنده عبد الرحيم منصور سمع قال له ايه ده، انا عايز تعرفني بهاني شنوده. دخل شوقي حجاب في ايده عبد الرحيم منصور، وعبد الرحيم منصور في ايده محمد منير. قال لي اسمع، انا سمعت حاجات عند شوقي، ودي السكه الجديده اللي احنا عايزينها لمنير، لان هو من الجنوب ولازم له. يلا بينا. ابتدينا نعمل معاه بروفات، وابتدينا. انا قلت له في الاول خليني اجرب حاجه انا مش متاكد منها، انا هجيب الناس بتوعي بيس جيتار ودرامز والكتريك جيتار وبتاع، وانت تجيب لي واحد دف نوبي. ايوه. اشوف ده يعمل حاجه حلوه ولا ما كانش في بقى في الكره الارضيه دفوف مع درامز، ده ما كانش موجود. وعملنا البروفا وكتبت الهارموني بتاعه وضبناها وكل حاجه تمام. قلت له وسجلتها بريكوردر عندي. قلت له بص سيبني بكره وبعده، لان لما اصحى يمكن الاقي كلام فارغ، فخلاص مش هعمل. او لقيت حاجه حلوه هنكمل. صحيت الصبح لقيت حاجه حلوه، كلمت الشركه بتاعته اللي كانوا يثقوا فيا قوي. ليه؟ لان انا قبل كده رفضت اشتغل مع واحده لبنانيه، ما كان يعني، وواحد برضه قبل كده يعني كانوا عندهم ثقه في اختيارك. بالظبط. قالوا لي يلا استوديو. دخلنا بقى وبتاع. محمد منير كان بيشتغل مع عبد الرحيم منصور وسيد حجاب، فانا قلت له اسمع منير، انت تتخصص في الاغاني السياسيه. فعملنا بقى مجموعه، ايه يا بلادي غريبه عدوه ولا حبيبه في ليله صهيونك، والحاجات اللي الناس يعني عبقى. ماذا وجدت في محمد منير عشان تقول له عايزين هذا التخصص؟ انه ده هيبقى مطرب الشباب. والشباب دايما عندهم ثورة على الجيل اللي قبلهم على أساس إن هم اللي بوظوا الدنيا. يعني حتى ابني يقول لي بقى جيلك هو اللي بوظ الدنيا. كويس؟ أظن إن بقى ولاده يقولوا أنت اللي بوظ الدنيا. يعني هي دي موضوع طبيعي. أيوة. فطبعًا إيه؟ ده مطرب الشباب. ولغاية النهارده هو مطرب الشباب الأول على فكرة في العالم العربي. لا، وله لون مميز جدًا فعلًا. طبعًا. فرقة المصريين بقى أنا خصصتها في الأغاني الاجتماعية. ما تحسبوش يا بنات، على فكرة إحنا اتكلمنا عن الخلع قبل الخلع ب 40 سنة. إزاي؟ عندنا أغنية اسمها حرية. حرية حرية والدنيا حرية، لا تحكم في حبيبي ولا تحكم فيا. أنت تحب القمصان الصيفي ما تقولش دي خفيفة. وأنا أحب المغنى الريفي ما تقولش دي سخيفة. الأغلال اللي في إيدينا هي دي اللي مخيفة. لو بتحبني فك إيديا. أنا بديك الحق تسيبني وقت ما قلبك يسلى، اديني الحرية أسيبك تلقى حبنا يعلى، ما يهونش على حد يهد وعد مستقبل. إذا مش أنت بس اللي تطلقني، لا أنا كمان إيه؟ أروح المحكمة وأدي لك مهرك وبتاع مش عارف إيه. ده كان سنة كام دي تقريباً؟ دي إحنا فرقة المصريين 77، دي كانت 78. تاني شريط على طول. اسمها حرية. فاحنا اتكلمنا في كل الاغاني الاجتماعيه على فكره، الفرق ما بيني وبين والدي مساله السن. بيقولوا لما كان قدي كان زي الجن. فلازم تعاملوا ولادكم كانهم اصحابكم، بلاش انا كنت الاول ومش عارف ايه وانت مش فالح والكلام ده محبط.